سبحانه عدة ما أوقد من نيران الهدى وأجج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حليم غفور، ودود شكور، فإن غضب مكر بالعبد واستدرج، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، فأين من يناجي؟ وأين من يتوب؟ ومن لسانه بالاستغفار يلهج؟ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالنور، فاندرس الظلام بهجه، ولاح الفجر وتبلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، طريقهم هو الطريق، ومنهجهم هو المنهج. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله ستر من النار، وسبب لدخول الجنة. التقوى تزاح الهموم، وكل ضيق يبتلى به المتقي فعند الله منه المخرج. أمة الإسلام، إيثار الدنيا أهلكنا، والتنافس فيها قسى قلوبنا، والسعي لها أجهدنا. جال ذلك في خاطري وأنا أقرأ حديثا قدسيا عظيما، عرضت حياتي عليه وتأملت موقفي منه، علمت أني وكثير هم أمثالي من أكبر الزاهدين فيما عند الله، وإن تلبسنا بلباس التقى والعبادة. وإذ أعرض عليكم ما جال في الخاطر، فإن كل واحد منكم مطالب بأن يعرض ما جال في الخاطر على ما سيكون في خاطره، وليكن مع نفسه صريحا، فإن من أكبر مشكلاتنا الحالية المجاملة، حتى إنا نجامل أنفسنا، نوجد لها أعذارا، ونلتمس لها مبررات، لنخدعها في تقصيرها، ونغشها في أهم ما سيواجهها يوم تبلى السرائر، يوم العرض الأكبر على الله، فيقف كل منا حافيا عاريا لا شيء يستره بين الخليقة كلها، وليست الفضيحة فضيحة عورة الجسد، لهان الأمر مع شدته، ولكن الخزي الأكبر إذا عرضت الأعمال وهتكت الأستار، وتحقق قول الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهناك لا تنفع الأعذار، لأن النوايا قد بانت، والخبايا قد أظهرت، والشهود أصدق من أي شاهد ربما شهد. الشهود سمع وأبصار وجلود، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أخي الحبيب، أنصت لهذه الكلمات بقلبك، ثم تعال معي لنتأمل جزءا منها، وهو موضع الشاهد. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا أظن أني بحاجة لأن أعيد عليك هذه الكلمات، لطالما سمعتها ولطالما رددتها، لكن هل لي أن أفكر بصوت مرتفع أحدث نفسي وأسائلها: أيا نفس، هل كان همك يوما أن تكوني من أولياء الله؟ الأولياء الذين يدنيهم ملك
جل جلاله، يدنيهم من جنابه، يدافع عنهم، يؤمنهم، يقبل طاعته ويجيب دعوته. أما قرأت يا نفس قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه، ورب العزة والجلال يطيب خاطره، يخفف ألمه، ويراعي شعوره، فيذكر اسمه في كتابه حين سلب منه لقبا طالما افتخر به وطالما أحبه. لماذا بلغ زيد تلك المنزلة؟ وما الذي أوصله لتلك المرتبة؟ أما قرأت يا نفس قول الحق تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين ينبه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه للترفق بهم والعطف عليهم، بل وصبر نفسه معهم، ويشهد لهم بالإخلاص وأنهم لا يريدون إلا وجهه، ويشهد لهم بكثرة ذكره، يبرز مكانتهم ويعرض بأعدائه. لم يكونوا قادة ولم يكونوا سادة، بل كانوا فقراء، مساكين، ضعفاء، مستضعفين، شعثا، غبرا. ما الذي بلغهم هذه المنزلة العظيمة حتى إن الله يغضب بغضبهم وينتصر لهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائد بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش، لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. لماذا وصل هؤلاء الأراذل في نظر الزعماء وسادة قريش إلى أن يغضب الله على من أغضبه؟ ولو كان في منزلة الصديق رضي الله تعالى عنه. أمة الإسلام، سر ذلك في قوله: حتى أحبه. وقد سعى القوم مجتهدين يقودهم ذلك الحب الحقيقي إلى أن نالوا محبة محبوبهم، فبادلهم بالحب حبا، وكساهم من محبته عظمة وإجلالا، فعادى من يعاديهم وأخذ بأيديهم ورضي عنهم ويسر أمورهم وشرح صدورهم ووفقهم وأصلح نياتهم وذرياتهم وبارك في أعمالهم وفي أعمالهم وسدد أقوالهم وجعلهم أئمة يهدون إلى الخير ويسارعون في الخيرات. تأمل حياتهم، لن تجد فيها تبتلا ولا تشددا ولا كثرة أقوال ولا فسوق ولا جدال. كانت حياتهم سهلة بما تيسر عندهم، لا أطماع، لا أحقاد، لا حسد، لا غل، بل الحب. الحب يكسوهم في كل حال، يفرحون بما يناله أي واحد منهم كأنهم نالوه. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو بعرفة، فقال: يا أمير المؤمنين، جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاع
عن ظهر قلب. قال: فغضب عمر وانتفخ حتى كان يملأ ما بين شفتي الضحى. فقال: ويحك، من هو؟ فقال: عبد الله ابن مسعود. فما زال عمر يطفئ ويسرى عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها، فقال: ويحك، والله ما أعلم بقي أحد من الناس هو أحق بذلك منه. وسأحدثك عن ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك لأمر من أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ونحن نمشي معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قرآنه، فلما كدنا نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى. قال عمر: فقلت: والله لأعودن فلأبشرن. قال: فغدوت إليه لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني فبشره، فلا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. فقل لي بالله كيف كانت قلوبهما وهما يتسابقان لبشارة ابن مسعود، مسرورين بما سمعاه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أخي الحبيب، لقد كان هم القوم من أسلافنا أن يحبهم الله كما أحبوه، فبذلوا في ذلك قلوبهم وجوارحهم وأموالهم، وعمروا بالسعي لتلك المنزلة أوقاتهم، فنالوا ما طلبوه وأحبهم الله لما أحبوه. وهذا الحديث يعطينا فرصة عظيمة لننال مثل ما نالوه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاجعل الغاية من حياتك هذه الكلمة: حتى أحبه. واعلم أن بداية المحبة أداء الفرائض، ولا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. وباب النوافل واسع جدا، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في البر، في الابتسام، وأشملها الذكر. فقد سبق المفردون، والمفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما جاء عن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أحبه، يا لها من غاية، ويا لنتاجها من ذبح. إذا أحبك ملك الملوك نلت السعادة في الدارين. حتى أحبه، لو بذلت فيها عمرك كله ودفعت مالك كله وفقدت أهلك وأولادك في سبيل ذلك، فأنت الرابح حقا وغيرك هو المغبون. حتى أحبه، لا يعرف قيمتها إلا من ذاق حلاوتها واستشعر أثرها وأحس بدفئها ولامست مسام جلده برودتها. حتى أحبه، تذكرها كلما لفحت الريح من فيح جهنم وجهك، وكلما سال العرق من جبينك، تذكرها مع انقطاع التيار الكهربائي، وتذكرها والماء الساخن يكاد يسلخ الجلد من حرارته وأنت تغتسل في مثل هذه الأيام. حتى أحبه، اجعلها هدف حياتك والبلغة لك بعد مماتك، لتستظل بها يوم لا ظل إلا ظل محبوبك، ولتشرب بها يوم لا سقيا إلا من حوض محبوبك، ولتدخل بها في شفاعة حبيبك عليه الصلاة والسلام، ولتكون السبب لتبعد بها عن الجحيم وترتمي في أحضان جنة النعيم. فالمحب لا يعذب أحبابه. حتى أحبه، أبرزها كلما دعتك نفسك
إلى معصية، وكلما أردت أن تترك طاعة أو تتكاسل عنها. فالمنزل قريب في نظر المتقين، وإنما بعدت الشقة على المنافقين. جعلني الله وإياكم ممن يحبهم ويحبونه، ورضي عنه ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مقلب القلوب غفار الذنوب، يقبل توبة من تاب ويستر العيوب. أحمده سبحانه وأستغفره من كل ذنب وأتوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما أشرقت الشمس أو مالت نحو الغروب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. إخوة الدين والعقيدة، إن من ثمرات حب العبد لله استقامته على طاعته، ومن ثمرات ذلك ما جاء في نهاية الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حتى أحبه كلمة تشرح العلاقة بين الرب وعبده، علاقة تجعل العبد يقبل على الطاعة بقلب المحب الراغب في رضا محبوبه. حتى أحبه تفيض على القلب الضعيف من العبد الضعيف شعورا بالرجاء والاطمئنان والثقة في المحبوب المحب، ليعفو ويصفح ويستر ويتجاوز ويرحم ويغفر. حتى أحبه تلغي مفعول السياق التي يجلد بها كثير من الوعاظ قلوب العباد، فتنسيهم مكانتهم عند معبودهم وخالقهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالولي الحق يعيش في كنف الحماية الربانية، آمنا مطمئنا واثقا بمن بيده أزمة الأمور وإليه عاقبتها ومرجعها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وصلوا على محبوب رب العالمين والمبعوث رحمة للعالمين وحبيب قلوب المؤمنين، ومن كان بهم رؤوفا رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الحوض المولود والمقام المحمود. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم.